بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة ومن داخل سوق أبوير. النهاردة الخميس 6/7/2023، وبالأخص من داخل سوق الجاموس العشر والوالد والحلاب. صلوا على سيدنا النبي في أول يوم ودعمونا بلايك. أخش نعمل لكم تقرير بأسعار الجاموس، وسامحونا يا جماعة لو قصرنا معاكم السوق الثلاث اللي فات في الجاموس، بس والله العدة فصلت وكده معانا، فمعلش يعني. الصلاة على النبي. فاعيلها تعال تفرج عليه. تحتيها ذكر يا حج؟ الصلاة على النبي يا عم. بكرية دي ها؟ عليها ولا فيها بيع وشراء؟ فيها بيع وشراء ب 51. الصلاة على النبي، فيها بيع وشراء ب 51. جاموسة بكرية. تحتيها ذكر ها؟ ذكر. تحتيها الذكر ده يا جماعة. صور. الصلاة على النبي تبارك الله. هذه الزبو ما شاء الله تبارك الله. بكرية يا جماعة، اللهم صل على النبي. حليبة بالصلاة على النبي، والله حلوة بكرية. الصلاة على النبي تبارك الله. الصلاة. 51 حج البيع والشراء. صلاة النبي عم. تحلب لها كم كيلو على كيلو؟ تحلب يدك عشان جديدة وعيدها برضه لسه. جربناها يعني ممكن تحلب 4 و4. 4 و4، ده كويس في البكرية يا حج. حج سايح؟ أنا وسهلا بك. كم تليفونك لحد عز له حاجة حلوة زي كده؟ تليفوني والله يا شيخ ما بركز. مش حافظه؟ لا. الله يوسع عليك عم الساعة، كل سنة طيبة خالص. يا جماعة ب 51 وتحتيها الطفر دي. صلاة النبي تبارك الله. عمي انت طيب عم محسوب، ايه اخبارك؟ الله يوسع عليك، الله يخليك. اخبار سوق الجاموس كويس؟ في سعر كويس؟ الصلاة على النبي تبارك الله. الله اكبر. والده العشر دي؟ لبن. لبن، صلاة النبي يا عم. لبن. اللي عايز اللبن يا جماعة، اللهم صل على النبي. كم عم محسوب؟ بيشتروا فيها 43. بيشتروا فيها ب 43. فيها طلوق ولا حاجة؟ بيقولوا فيها طلوق 35 يوم. 30 يوم؟ 35. 35 شهر يعني. الصلاة على النبي. 43 ها؟ معك حاجة النهاردة ولا؟ 43 يا جماعة لبن بس، فيها طلوقة شهر بس. الجاموسة حلوة يعني ما شاء الله تبارك الله. جاموسة حلوة صلاة النبي. 43. يا جماعه صلاة النبي. خمسة خمسة حج وحدود. لبن يا معلم؟ لا واحد صلاة. دعي لها؟ صلاة النبي. يا والدة يا جماعة دي تحتيها ولد هذا. أو 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 أو. كم يا معلم؟ فلوس. اشتروا فيها 57. 57؟ اشتروا فيها ب 57 يا جماعة. تحتيها ذكر ولا انتاية؟ لا انتاية. تحتيها انتاية يا جماعة. واللبن الشاب الحلو ده بيقول 55. هي انتيتا. هي انتيتا. هي انتيتا صلاة النبي. 57 بيشتروا فيها. الصلاة على النبي. ذاك عمدة؟ الصلاة على النبي. والدة دي عمدة؟ والدة. الصلاة على النبي. تحتيها ذكر ها؟ ذكر. الصلاة على النبي. تحتيها الذكر ده يا جماعة، اللهم صل على النبي. ما شاء الله أكبر. الصلاة على النبي. الولد الكامل يا دخل. والدة الرابعة. فيها عشرة ولا حاجة؟ لا. عيلها 50 يوم. صلى على النبي. ده 50 يوم؟ 50 يوم. لبن صبي فيه. لا يا اخي. الله. صلى على النبي، اللهم صل على النبي. صلى على النبي تبارك الله، اللهم صل على النبي. الولد الكام يا جيلي هذا؟ الولد الكام؟ الرابعة. الرابعة دي؟ الرابعة. صلاة النبي. ما شاء الله تبارك الله. تحليب لها كام وكام طب؟ أنت قلت اللبن صبي. 55. 55. فيها عليها فلوس ولا فيها بيع وشراء؟ بيشتروا فيها 58. بيشتروا 58. صلى على النبي. والله يا عم على السوق. على سعر السوق تبارك الله كويسة إن شاء الله يعني. احنا بنقايس على السوق. أيوة كم تليفونك لحد عسى وصل معاك؟ 011 آه. 296
377. اسمك كريم؟ حمد. ما شاء الله معلم حمد صلاة مشيها كده حقي حمد معلش. الصلاة على النبي تبارك الله. يا مع اللهم صل على صلاة النبي عليك يا عمي الله يوسع عليك يا حاج كل سنة طيب. يا مع اللهم صل على النبي. بيشتروا فيها ب 58 وتحتيها ذكر كبير يعني ما شاء الله واللبن الرايل بيقول 5.5 ذكرها كبيرة يا جماعة ذكرها كبيرة يعني ذكرها أنا مش ماليش في الجاموس قوي والله بس ما صلاة النبي تبارك الله حلوة يعني أنا دايما بقيس لك على السوق دايما بقيس لك على السوق صلاة النبي تبارك الله تبارك اللهم صل على النبي بسم الله 62 الحكم 63 عشر هي؟ ها عشر كم؟ 9 عشر 9 صلاة النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله أكبر دي خطوة كده يا أخي المال النظيف ده عايزين نزوروه بسم الله ما شاء الله الله يبارك في المال يا عم الصلاة على النبي نشتروا فيها ب 62 يا جماعة الصلاة على النبي اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك أي الله بكرية يا عمدة بكرية صلاة النبي يا عم اللهم بارك العشر تسعة عشر شهور عشر شهور اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي الله أكبر اللهم بارك البيع عشان عندك الجاموسه البيع والشراء 62 ها البيع والشراء 62 البيع والشراء 62 والحكم 63 بيقولوا فيها عشان عندك الجاموسه الصلاة على النبي كم تليفونك يا اخي كم تليفونك لحد عايز لحد 012 012 79 21 3 8 اسم الكريم معلم مصطفى ماشي حق مصطفى الله ينور عليك يا عم والله صلاة النبي تبارك الله معاك ده حق مصطفى الصلاة على النبي اجمل جاموسه في السوق الله يبارك لصاحب المال الله يبارك لصاحب المال اللي يشوف المال ده صلى على النبي يا جماعه اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم بارك اللي يشوف المال ده صلى على النبي المال المال وحياتك انت الغالي ما حد يدفعني عشرة معلم دي وقلنا عليها لبن يعني كم بالصلاة على النبي شراء وبيع ب 42 بيع وشراء 42 بيع وشراء 42 فيها جاموسة لبن جاموسة لبن ب 42 ألف هذا يا جماعة ده تقرير خفيف كده من داخل سوق الجاموس العشر والوالد والحلاب صورنا العشر صورنا الوالد وصورنا الحلاب وما تبخلش علينا بلايك ما تبخلش علينا يا جماعة بلايك خلوش علينا بلايك يا جماعة في نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته